الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي يا هنا اسمها ممنوع الضحك. بص بتعرفي تنفخي بلالين؟ اه. بصي دلوقتي انا وانت هنبتدي نحاول ننفخ البالونه دي، اللي هتفرقع منه الاول هو اللي ايه كسبان، اوكي؟ واللي مش هتفرقع منه وهيخسر هو اللي هيترش. يلا 1 2 3 طبعا. طبعا انت نفخه واحده والخضوط دي مش هحتاج. ايوه اللي حصل برافو عليكي، يبقى انت اللي كسبتي. وبما انك انت كسبتي فانت ايه هترشيني. 1 2 3 ابتدي ابدي. رشي رشي. ايه ايه رشيت ورا ايه؟ اه رشي عليا يا بنتي. رشي ازاي؟ رشي ازاي؟ هات انا هوريك. اما اقول لك ترشي عليها البسي كده النضاره. لا دي اه اول ما انا اقول لك ترشي تروحي ماسكه دي ورجعها كده خلاص، وانت بمنتهى السبب كده مدام حمديه تروحي ايه كده. فهمتي؟ عرفتي ازاي؟ اه كده خلاص. سيبي ملفاتك في الشغل وترشي. يلا 1 2 3 بسم الله عليك. خلاص؟ ايوه كده خلاص. يلا قلعي النضارة بقى. معلش يا معلمة. بص دلوقتي هنروح للمسابقة التانية. تعرفي تشربي عصير؟ طيب هنشوف مين فينا اللي هيخلص العصير بتاعه أسرع، أوكي؟ يلا هاتوا لنا العصير. استني انت بدأتي؟ ايه مدام حمدية احنا هنخم؟ في ايه؟ اصبري. بصي هوريكي بقى الابداع. 1 2 3 ابتدي. انت شربتي نصها اساسا. اشربي اشربي. بصي على العصير كده. ايه اللي وراكي ده؟ ايه اللي وراكي ده؟ ايه ده؟ خلاص يلا كملكم. استنى انا خلصت الاول. الحمد لله. بشرب العصير ده اسهل حاجه عندي في الدنيا. فدلوقتي بما انه انا اللي كسبتك فايه اللي هيحصل؟ ايه؟ ايه؟ تشوفي الشوش؟ اه هرشك في الشوش. 1 2 كفايه والنبي. كفايه؟ اه كفايه خلاص. خلاص يلا لعنا الدور. حاضر. بقول لك ايه لعنا الدور، انت بتعرفي تغني بالهيليوم؟ بالهيليوم لا. بجد؟ طب تعرفي تشفطي الهواء اللي جوه البالونه؟ هوا؟ بصي هقولكي ايه لعبه كده. ايه اكتر اغنيه بتحبيها ايه؟ بتاعت تامر حسني. اللي هي بتاعت ايه؟ حسن. بتقول ايه؟ تعرف؟ بصي انا هشفط اللي جوه ده واغني لك ماشي؟ ازاي؟ هتشوفي يا مدام حمدية. وبعدين سبت وشفت اهو ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك واشتغل واعمل كل حاجة، لا لا مش زعلانة مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة ولا ماشية. تعرفي تعملي كده؟ ايه غيرتي صوتك ازاي؟ ما هقول لك بقى، غيرت صوتي لما انا بلعت الهوا اللي جوه ده. فانا عايزاكي تبلعي الهوا اللي جوه، ماشي؟ لا الهوا جوه ما اعرفش. لا تعالي انا هوريك، تعالي قربي كده. قربي يا ايه يا حمدية البق ده؟ اقفلي يا حمدية بقك على البتاع، افتحي. دلقتي العصير يا مدام حمدية وبهدلتش الدنيا. كده كل الورق والملفات كده باظت. معلش معلش. يلا بس اشفطي بقى شفته جامده. ايوه يلا اشفطي.
ايوه اقعدي بقى مكانك وغني بسرعه. اقعدي مكانك وغني. يا ملاك يا ملاك يا ملاك. ايوه انا خالي اشمال. حصل ايه؟ ارجع في الحنيه على العيال. خلاص على العيال عينيا عشان خليك في عشان تتعدي ولا ملاك في ملاك ما اعرفهاش. اشوفك بقى في المرحله الجايه ماشي؟ يا باي باي. وبعدين هرشك جامد كده 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 كده. ازيك يا مدام منار؟ ازي حضرتك عامله؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه مع الولد ده؟ لا تعبني. عامل تعبت في ايه بقى؟ شقاوه كتير. شقاوه اوفر صح؟ جدا. طب ايه سبب الشقاوه دي؟ هو متدلع. متدلع كتير قوي قوي قوي. اللي انا عايزه اقول لك ان الدلع ده جه على دماغك في الاخر مش كده؟ اكيد. بس انا عايزه اقول لك ان انا النهارده برضو للاسف دلعته جدا. ويعني بصي حبيته حب، اكلته، جبت له كل الحاجات اللي بيحبها. عموما انا احب اعرف واكتشف مع نفسي كده هل في توافق ما بينك وما بين ابنك ولا لا. فانا هطلب منه دلوقتي ان هو يحط السماعات ويستمتع بالمزيكا عقبال ما اسالك عنه شويه اسئله ونشوف. أوكي. حط السماعات يا احمد. سامعني يا احمد؟ يا احمد يا مرغوش. خلاص هو راح مني. طيب هبتدي اسال حضرتك شويه اسئله عنه وحضرتك بقى تجاوبيني ماشي؟ تمام. ايه اكتر اكله هو بيحبها قوي؟ هو صينيه الفراخ صينيه البطاطس بالفراخ ومكرونه بشاميل. بطاطس بالفراخ. انا هاخد حاجه واحده. اوكي. عشان انا مش طماع. طيب انا دلوقتي هطلب منه انه ينضم لينا ونقول له ارجع يا احمد. احمد ايه؟ تسمعني؟ اه. طيب انا هسألك نفس الاسئلة اللي سألتها لمامتك. قول لي يا احمد ايه اكتر اكلة بتحبها؟ صينية بطاطس. برافو عليك، واضح ان مدام منار مسيطرة. وايه اكتر فريق بتشجعه؟ ميسي. لا فريق مش لاعب. اهلي. الاهلي للاسف. مامتك قالت برشلونه. لا بس هو قال ميسي. لا هو قال ميسي في اللاعب. ميسي ما هو تبع برشلونه. لا ماليش دعوه حضرتك. لا انا كنت عايزه الاهلي. شفتي اهو الولد ليمت واحرق حضرتك. ليه تحرجي نفسك يا حبيبتي؟ طيب عايزه دلوقتي اروح لموضوع مهم جدا لانه مامتك صرحتني بيه وقالت لي انك لما كسرت الموبايل. اه. وانت جوه طبعا قلت لي انت كسرته لان لا شلت البطاريه اللي فيه كلهم. لا قلت لي انا كسرت الموبايل قطع صغيره. كسرتها. قلت لي كسرته وفككته كله صح؟ فكيته كله وحطيته في البلكونه. ورميته في البلكونه. لما سالتك ليه قلت لي ليه؟ عشان انتقم منها لانها مش بتديهوني مش كده؟ اه. تقولي لابنك ايه اللي بينتقم منك؟ الله يسامحك. اقول له ايه؟ لا يعني الله يا الله انت ليه انت ما هو ده على فكره اللي عامل دلع. والله بدور وبابا بيسيب التليفون على طول معايا. مامتك هتقطم رقبتك في البيت. بص عماله تستحلف بتعمل كده. ماشي. تقول لها ايه؟ تقول لها الله يسامحك. دي هنا متسامحه بصراحه وجميله. طيب احب اقول لك بقى المفاجاه ان ساعتها باباك عاقبك لما انت عملت كده وضربك مش كده؟ صح. مامتك قررت انها تعاقبك دلوقتي عقاب وهي بلغتني ابلغهولك. هي هتاخد جنى بنت خالتك ولمار وهيروحوا يقعدوا عند تيتا لمده شهرين وانت هتقعد في البيت لوحدك. عندك مشكله؟ وهيسيبولك التلاجه مليانه اكل. عندي مشكله. ايوه اسمعني للاخر. هيسيبولك التلاجه مليانه اكل كلها تبقى اطباق بصاره وسبانخ. عندك؟ لا هو ده الاكل اللي بيقعد لمده شهرين ما بيبصش. انا اعمل لك ايه؟ المشكله ان انا مش هقعد في البيت لوحدي. ليه انت كده. صغير؟ لا انا كبير بس انا ممكن يسيبوا المفتاح. بس ليه عايز المفتاح تعمل بيه ايه؟ عايز تجيب ستات البيت ولا ايه؟ لا يمكن. لا انا معايا فلوس لازم انا عايز اصرف على نفسي اجيب لي اكل. يعني ايه؟ انا معايا 100 جنيه و90. 190؟ او ممكن بقى اجيب بيهم اكل وفاكهه كده. تجيب بيهم اكل؟ دول ما يعملوش اوردر واحد. ومامتك اللي انت قاعد تكسر لها في موبايلاتها دي
انا هوريك وهحرمك منها وهجيب لك ام تانية تضربك بالشبشب. اتفضلي معايا يا مدام منارة، استأذنك تقومي؟ ادخلي هنا حضرتك، هنا في الجهاز ده، ادخلي هنا. تعافي علي، ما ده هي حضرتك التهاوت ده اللي مبهدل ولدي. اقفلي حضرتك على نفسك، قوم قوم دوس على الزرار الاحمر اللي عندك ده. انا واحد. قوم دوس على الزرار واللي فوقيه كمان. اتفضلي يا مدام منار. الله اكبر. ماما ما عندي. ايه يا حبيبي؟ انا ماما. لا دي مين دي؟ هي دي ماما. لا شكلي اتغير، ما انت اللي دوست على الزرار. لا مين غيروا لي دي؟ دي غير لك ايه؟ هي دي مامتك. يلا يا ماما يا ماما. في يا ايه ماما يا حبيبي؟ مين دي؟ هي دي مامتك، في ايه؟ عايز ايه؟ لا شيليها شيليها، مش عايزه مش عايزه مش عايزه. لا هي دي اللي هتاخدك وتروح بيه. لا يلا، وما بتطبخش غير بسارة. لا خديه وامشي بيه. يلا مع السلامة يا دم منار. لا سيبيني. مع السلامة يا دم منار. في ايه؟ في ايه؟ انتوا في ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مين دي؟ دي مامتك. ما يوم ايه؟ لا دي مش مامتك، دي مامت الناس الجداد. ما خلاص انا بعمل تباجيل. مين دي؟ دي مامتك اللي كانت ماشي. قول لي يا احمد، هتكسر موبايلات ماما تاني؟ لا خلاص. هتعمل حاجه تزعلها تاني؟ لا. هتاكل البصاره ولا لا؟ اكلها ان شاء الله. خلاص؟ اه. قول لها انا اسف يا ماما. ماشي. على كل حاجه وحشه عملتها. على كل حاجه وحشه عملتها. خلاص انت بتعيط؟ انت طلعت حساس في اخر الفيلم؟ ده انت مفرهدني من الصبح. بجد يا استاذ حسن، انا عايزه اقول لحضرتك ان ادم وبدون مبالغه هو من انبه واذكى واشطر الاطفال اللي جولي. شرف كتير لينا. احنا عدينا بحاجات كتير انا وهو النهارده خلال اليوم زي ما حضرتك شفت. هندخل دلوقتي بقى في المسابقه بتاعتنا. اوكي دلوقتي يا استاذ حسن، انا هبتدي اسال حضرتك شويه اسئله عشان عايزه اعرف انت تعرف ايه وايه وايه عن ادم وايه ما تعرفوش عنه، عشان فضل. نعرف مدى التوافق ما بينكم. اتفضلي. وفي الوقت ده هطلب منك يا ادم يا مايسترو انك تلبس السماعات دي وتستمتع بالمزيكا لحد ما اخلص انا مع بابا. ايوه كده مايسترو. خلاص هو كده مش سامع. قول لي يا استاذ حسن. اتفضلي. ايه اكتر اكله ادم بيحبها؟ بيحب الملوخية والفراخ المحمرة أكتر حاجة. الملوخية. يا آدم يا مايسترو. نعم. شيل السماعات يا مايسترو. دلوقتي يا مايسترو هسألك نفس الأسئلة اللي سألتها لباباك وهيزا. أنا لا ما كنت بسمعك، كنت بتعمل إيه؟ كنت سامعني؟ لا. لا ده أنا سألت باباك بقى عنك وعرفت بلاوي. قول لي إيه أكتر أكلة بتحبها؟ ملوخية. ملوخية. برافو، نفس إجابة بابا. إيه أكتر لعبة بتحبها؟ لعبة؟ أنا أصلا بحب اللعبة، أصلا أنا كبير. طبعا أنت كبير بقى، أنت عندك 7 سنين. 6. 7. أبقى بس أنا 6 وشوية. 7. ماشي. أه بس. طيب قول لي إيه أكتر كرتون بتحبه؟ أنا مش طفل صغير. لا ليه؟ ما انا عارفه انك مش طفل وعارفه انك عندك 7 سنين. باباك قال لي الكرتون اللي انت بتحبه، انت هتقوله لي ولا لا؟ هقوله لك. ايه هو؟ في كرتون اسمه عرض عادي كده، العرض العادي. العرض العالي؟ العادي. العرض العادي. اه. اه طب بس بالراحه بس، معلش انا معاك اهو. طب مين اكتر فنانه بتحبها؟ انا بس بحب بنات ممثلين. ازاي؟ باباك قال لي انك بتحب روبي. مندي انا عارفه اصلا. نعم مش عارف روبي؟ وقال انك بتحب نانسي عجرم وبتعشقها. انا اه دي مغنيه دي يعني عارفها اهو. خلاص عادي. اه انتوا كسبتوا معانا، والجايزه بتاعتكم هي انكم هنغير الطقم بتاع والدك وهنغير شكله وشعره وكل حاجه فيه. اتفضل معايا يا استاذ حسن، هتدخل حضرتك هنا في الجهاز ده اللي هيغير كل شكل حضرتك. اتفضل افتح الباب حضرتك وادخل. فلتصحبك السلامة. اقفل على نفس حضرتك الباب
قوم بقى دلوقتي يا مايسترو، قوم ودوس على الزرار. اي احمر ولا ايوه حسب طلباتك، انت عايزه ايه يبقى لونه ايه؟ احمر. طب خلاص، وحط البصمه تحت. اهي البصمه تحت، اهي الزرار اللي تحته. ايوه على البصمه، بس كده. اقعد بقى اتفضل اقعد، بس هنستنى باباك لحد ما يستوي. عايزه متحمر من الجناب؟ يا لهوي، وايه اللي هيحصل؟ ايوه عادي، ممكن اسويهولك ماشي ولا مقلي؟ طيب يا لهوي، لا ولا حاجه. بالرده؟ استنى وانت تطبخيه. امال ايه؟ انت قلت لي اوردر انك عايز تغير شكل باباك مع اضافه الشنب، مع تغيير لون الملابس، مع تغيير اللغه واضافه لغه سوري، مش كده؟ طيب اطلع يا استاذ حسن لابنك بالنيولوك الجديد. الله، اهلين عمو، كيفك؟ الحمد لله. كيفك حبيبي؟ استقتل لك بابا. شو هيدا البدلة؟ مبروك، ده باباك الجديد حلو قوي. ما عجب بالشنب، بالشعر، بالطقم الجديد؟ لك شو بك؟ ولا حاجة. طب شو؟ ولا حاجة، لا بس خليه يغير شكله. اقعد يا بابا، حضرتك هنا، اتفضل. عايز ايه قول لي؟ عاوز اغير شكله. لا بص قدامك قول. شو المشكلة حبيب بابا؟ بس انا السبب، خليه يا استاذ حسن دلوقتي هو زعلان. ليش زعلان؟ شو بيه؟ خده يا استاذ حسن، روحه معاك البيت وحاولوا تحلوا المشكله دي مع بعض، عشان دي امور عائليه انا مش عايزه اتدخل. يلا حبيبي بنخلصها بالبيت. يلا حبيبي، يلا يلا. معلش يا حبيبي، صاحب بابا بالبيت هروحي. يلا بص باباك الاول وادي له حضن. حبيبي يلا قول له حبيبي يا بابا. حبيبي يا بابا، بحبك في اي شكل. بحبك في اي شكل. ماشي، باي باي. وفين نغير له شكله بقى زي ما لا حبيبي. مش هتغير له، هو ده اللي هيفضل معاه. انت مش عاجبك خلاص؟ بس انا عاوز اغير شكله. طب ارجع تاني هغيره. تعالى روح، اقعد اقعد تاني، اقعد يا مايستر. يلا حبيبي، بس اغيره شكله لواحد تاني كده كمان. يلا هناخد الاوردر. عايز لون وشه ابيض ولا اسمر؟ ابيض. ابيض. ودانه قصيره قوي ولا طويله؟ قصيره. بس زي ده كده. يعني طويله، دي طويله شويه. يلا خلاص اتفضل يا مايستر، ادخل. يلا قوم بقى دوس على الزرار التاني. يلا الازرق؟ لا الازرق بقى، عشان ده الطلبات الجديده. يلا اتفضل ارجع يا مايسترو، اقعد في مكانك. بس المره دي بقى مفيش تغيير. تاني اوردر بيبقى لاست اوردر، اوكي؟ قلت عايزه لونه ابيض ودانه طويله وشعره قصير. ارنب ولا ده ايه ده؟ ده باباك. ايه ده؟ ايه؟ بس انا عاوز اغيره. تغيروا ايه؟ اقعد. بس لا انا عاوز بس مثلا انسان، يعني انسان.